يا صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا، ويوم جديد وخمسة أكتوبر وبكرة ستة أكتوبر. طبعا ببارك للشعب المصري ونقول له كل سنة وأنتم طيب. صح، صباح الخير. صباح الخير. ومرة تانية اسمحوا لي أصبح الجنتلمانز الشريف وأشرف. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أشرف. اتفضل يا شيخ. إيه الأخبار؟ مشاهدينا هم حاجتين الحقيقة عايزين نتكلم عنهم النهاردة الصبح. أول حاجة طبعا أكيد الاحتفال بستة أكتوبر السنة دي هيختلف جدا، وأكيد هيكون ليه بعد جديد تماما. 6 اكتوبر هو بجد عيد الكرامه وعيد النصر لمصر، بغض النظر عن اي من ممكن يكون بيشكك في دوت، وايا من كان ممكن يكون بيتكلم في التفاصيل، لا اصل مين عمل، لا اصل مين ما عملش، لكن في الاخر هو فعلا كان اكبر ولا يزال هو عيد الكرامه، واللي لحد النهارده احنا راسنا مرفوعه بسبب هذا اليوم. الحاجه الثانيه بقى، الحاجه الثانيه بجد انا بس نفسي اقول حاجه واحده، يا ريت كلنا نتعلم من اخطائنا ونتعلم ان احنا ما نكررش اخطائنا كلنا دوت، يعني كلنا بالزبط. كل اللي في مصر، كل المصريين، وفي اي ازمه بتحصل نعرف نتعامل معاها زي ما اتعاملنا معاها قبل كده او ما عرفناش نتعامل معاها قبل كده. ده صحيح. يمكن شريف هكون دقيقه اكتر واتكلم عن اخر حادثه حصلت في اسوان، وخلونا نقول بس ان سلاحنا في ال 18 يوم وسلاحنا اللي كنا موجودين فيه كان الاتحاد، كلنا كنا مع بعض والمصريين كلهم كانوا مع بعض ضد اي حاجه ممكن تهاجمهم. اللي حصل امبارح عندما سبيرو وان في اعتصام من الاقباط وان هو يتفض بالقوه، ده كان طبعا شيء غير مقبول، بس في نفس الوقت يعني في خلال يعني في خلال الايام اللي فاتت كلها، في خلال الشهور اللي فاتت كلها، تم الاعتداء على اكثر من 9 كنائس. وفي الاخر مين اللي عمل كده؟ تحقيقات؟ مفيش اي تحقيقات، مفيش اي حاجه، ما نعرفش مين اللي عمل كده عشان يتعاقب. اشرف، صباح الخير دينا، صباح الخير شريف، صباح الخير مشاهدينا. انت كنت معانا ولا ايه؟ نهاركم سعيد دايما. انا حاسه ان انا وشريف كنا في حته وانت في حته تانيه. كنا خالص مليان بالامل والتفاؤل. الكلام اللي بيقوله شريف والكلام اللي بتقوله دينا على فكره هنتناوله في عده فقرات النهارده في خلال اليوم. الموضوع الخاص باقباط مصر طبعا، وانتم عارفين ان هو كان في اعتصام قدام ماسبيرو واتفض الاعتصام امبارح بالليل بمساعده الجيش والشرطه. هنتناول هذا المواضيع وعده مواضيع في خلال الاسبوع اللي فات مع الكاتب الصحفي حازم منير والاستاذ جورج اسحاق. هيشرفونا النهارده مع شريف ودينا، هيتكلموا في هذا الاسبوع. الموضوع ده حصاد الاسبوع السياسي، فمتهيألي هنتكلم في اكتر من نقطه. هي دايما عايده هي اللي بتعمل الفقره دي، بس هي عايده عندها شويه مواويل كده فما اعتذرت انها تيجي النهارده. عندنا النهارده حاجه بتتناولها من بعد الثوره او اثناء الثوره، وهو التمويل الخارجي من بره مصر. هل التمويل الخارجي من بره مصر للجمعيات والحكومية والغير حكومية والأهلية هل شرعي، هل مش شرعي، هل هو ليه أهداف أو أغراض مش كويسة لمصر، ولا هو شرعي جدا زي أي دولة في العالم ممكن يكون في تمويل لجمعيات خيرية وجمعيات بحقوق الإنسان و و هنتناول هذا الموضوع. أنا وجهة نظري البسيطة جدا في موضوع جمعيات الأهلية دي، لازم يكون في شفافية. شفافية، التمويل جاي منين، رايح فين، لأن التمويل ده طول عمره كان موجود من أيام زمان جدا، فإحنا عايزين بس يكون في شفافية في الموضوع بس، مش أكتر يعني. الفقرة دي هيبقى فيها الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، وهي هتبقى مع أنا وأنت، صح؟ ان شاء الله، مفروض يعني ان شاء الله. اعتقد ان كمان مهم جدا ودايما بنركز على دور الجمعيات ودور النشاطات الاجتماعيه والمجتمعيه سواء من الافراد او المؤسسات، وعلشان كده النهارده احنا معانا تجربه هي مش جديده الحقيقه، يعني يمكن كنا بنتكلم انا واشرف عشانك يا بلدي، عشانك يا بلدي هي جمعيه او مؤسسه خيريه ليها نشاطات خيريه ومجتمعيه مهمه جدا تابعه للجامعه الامريكيه بالقاهره. حقيقه انا كان من اول الريبورتس اللي عملتها في حياتي في الاعلام من اكتر من 9 سنين كانت علشانك يا بلدي، وكان في عين السيره. علشانك يا بلدي مش حاجه جديده ولكنها بتزداد قوه سنه عن سنه، وهي فعلا حاجه تستحق الاحترام من شباب بيقال ان هم مرفهين ولكن هم مش مرفهين قوي. وخلونا كمان متهيألي نبتدي على طول فقراتنا، واول فقره معانا طبعا بتكون مع فقره الصحافه، فخليكم معانا. يلا بينا.